ورجعنا لكم تاني مع بقية ضيوفنا، وهي الفنانة الجميلة صاحبة القلب الحنون اسم على مسمى، بشهادة كل اللي يعرفوها حتى الأطفال اللي كانت بتدربهم وما زالت بتدربهم. هي فنانة متعددة المواهب، ذو الحس المرهف وطاقة إيجابية على كل اللي بيتعامل معاها، بتخلي أي حد يعرفها يتمسك بيها وبالعمل معاها. هي ممثلة ومخرجة، مدربة شاطرة جدا ذو حس فني، بتساعد الأطفال في اكتشاف مواهبهم وبتساعدهم كمان يقدروا يظهروا الموهبة دي بشكل كويس. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. اسم حضرتك؟ حنان جندية. طبعا غنية عن التعريف، أنا حبيت حضرتك تعرفي نفسك. ميرسي يا روحي. أستاذة حنان منورانا النهاردة، ميرسي يا أمي، ومنورة البرنامج ومنورة كل الناس اللي بتتفرج عليكي. ميرسي، تسلمي. وإحنا استضفناكي النهاردة عشان نقدر نستفيد منك لكل أطفالنا اللي بيتفرجوا علينا، ولكل المامز اللي نفسها تكتشف موهبة أطفالها. حابة أعرف من حضرتك، أنتي الموهبة دي عندك من زمان؟ هو أنا من صغري، لأن أصلا أنا ناشئة في أسرة فنية، والدي كان مخرج كبير في الثقافة الجماهيرية ومن أحد أعمدة فنانين مسرح السامر، وكانت الوالدة ممثلة، فكانت الموهبة بقى يعني من الصغر يعني. أيوة، العيلة فنية. العيلة فنية. أهلا بحضرتك من ورانا. أهلا بيك يا أستاذة. طيب أنا حابة حضرتك تكلمينا عن كل حاجة بتعمليها بالنسبة للطفل، وكل حاجة بتشاركي فيها، وكل حاجة بتقدري تساعدي فيها الطفل إن هو يظهر ويحقق كل اللي بيتمناه. أنا بالنسبة لي الطفل عالم كبير قوي، بعشق عالم الأطفال جدا في التعامل معهم. فبالتالي في المجال اللي بشتغل فيه قابلت مواهب كتير حلوة قوي قوي. فعلا تستاهل إن الواحد يتعب عشانهم ويقف معاهم وينمي المواهب الجميلة دي. فعلا عندنا مواهب حلوة قوي 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 يعني. فطبعا في عندنا يعني في ورش في أصول الثقافة، ورش وأكاديميات برضو خارج الأصول الثقافة بتنمي المواهب دي. فطبعا العمل أصلا مع الطفل متعة، متعة جميلة، أنا متعة بحبها قوي معهم. فطبعا بيبقى في بقى خطط مقننة ودراسة ليهم والعمل معهم لثقة المواهبهم دي. طبعا في ورش شغالة فيها كذا كذا ورشة، تمام، بخلاف طبعا قصر الثقافة والمركز الجيزة الثقافي وورشة أيوب الفن، يعني ورشة جميلة متكاملة متنوعة المواهب. رسم، تمثيل، غنى، طبعا يرأسها شاعرنا الجميل أستاذ سراج الدين. أهلا بك. طبعا أب جليل تربوي، أكاديمية تربوية فعلا، ومخرجنا الجميل أستاذ أشرف فؤاد. أهلا بيك. أهلا بك. طبعا في ورش تانية، طبعا مخرجنا الكبير، مخرج الروائع دكتور علاء نصر، طبعا بيقدم إن شاء الله حتى مسلسل جميل إن شاء الله في بإذن الله في رمضان للأطفال، ليه بعد اجتماعي بيتناول سلوكيات الطفل من خلال الأسرة، تربية الأسرة، محاول يعني ممكن نقول التربية السليمة أو التربية الخاطئة أو السلبية اللي بيقع فيها الأسر، وبنقدم حلولها. تمام. وكله من خلال الأطفال. وكله عشان يقدروا يوصلوا للمعلومة بنفسهم. أكيد أكيد. يعني الأطفال هم اللي بيقدموا السلبيات والإيجابيات داخل الأسرة، داخل المدرسة، داخل الشارع، بالزبط، في كل مكان بيتواجد فيه الأطفال. طبعا. وأطفالنا كل يعني في كل حاجة في إيجابيات وفي سلبيات. أكيد. من خلال كده بيقدروا يفهموا الأطفال اللي بتشارك، طبعا بتقدر تستفيد من ده في ايه الايجابي وايه السلبي، اكيد ايه اللي بيقدر يتعامل، ايه اللي ينفع يتعامل وايه اللي ما ينفعش. الطفل ذكي جدا، يعني انت بتتعاملي مع كائن ذكي جدا. فطبعا بنبقى حاطين ده في الحسبان، وطبعا على حسب ما احنا نعرف كلنا ان الطفل من طالما هو صغير بيتخزن عنده كل معلومه انت بتديها له. اكيد. الى جانب كمان الطفل الموهوب، يعني الطفل الموهوب اللي عنده موهبة، أكيد
اكيد. وانا كمان يعني في مبدئي ان كل اطفالنا موهوبين. بس في اطفال يعني بتبقاش عندها موهبه او مش عارفه ايه هي الموهبه بتاعتها، ايوه فعلا، وهو مقتنع ان هو طفل عنده موهبه، يعني هو مقتنع ان هو بيمثل وهو اوكي بيعرفش يمثل، اوكي فهل ده احنا نقدر ان احنا ننمي ده جواه، بالفعل نخلقها جواه؟ نختلقها فعلا فعلا. يعني انا بقول لك في رأيي ان كل طفل جواه فنان، تمام، كل طفل جواه فنان، باختلاف بس هي الموهبة باختلاف الموهبة، بس هي منطقة الفن عنده فين. موجودة. هي فين بقى دي اللي انت بتكتشفيها، تمام، واخده بالك؟ واول حد بيكتشفها الام. بتقدر تكتشفها ازاي يا استاذة حنان؟ موهبة الطفل من الصغر، من الصغر، من من سن الصغر كام تقريبا؟ يعني ممكن اقولك من 3 4 سنين، من وهو صغير، عن طريق لعبه، طريقة لعبته وهو بيلعب هتقدري تكتشفي فعلا بيبان في طريقة اللعب نفسها، ميوله. ايوه حركته. ميوله لايه؟ في بنوتة تحب تغني وصوتها جميل فعلا وبيبان من الصغر، تمام. في بنوتة او ولد يمسك الورق او يرسم، في طفل يحب هو يمثل ويقف ويعمل ادوار زي يوسف كده، تمام. يوسف من صغره كان كده. في حضرتك مواهب كتير اكتشفتي في يوسف ده من وهو صغير؟ من هو صغير، سن كام 4 سنين. مثلا؟ ويوسف ابتدى ان هو يقلد لي الممثلين، يشوف الادوار والافلام، يعني الاقيه لوحده هو بيكررها، فده طبعا لفت انتباهي ليه. ان هو فطبعا عنده استعداد. الاستعداد موجود، والجينات والجينات. الجينات. طيب انا حابه اسالك، وصلتي في اتفضلي. مشوارك للي بتتمنيه؟ يعني الحاجه اللي انت كنت بتتمنيها وصلت لها؟ هو طبعا يعني الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. بس انا طموحة، انا طموحة، تمام، وطموحي يعني بيوصل طبعا. كبير. طموحي كبير، يعني بوصل لهدف، مش هو خلاص وصلت له وخلاص لا، على عايزه كده. تعلي وتاني. تمام، فهو ده الانسان الطموح ده الطموح. اهم حاجه. ومع الاطفال مشجعيني كمان، الاطفال اللي معايا اطفال جميلة جدا جدا. طبعا سواء في التمثيل، انا بشوف زمن الفن الجميل بيتعاد قدامي في شخصيات صغيرة. الله، حاجة حلوة قوي. معايا كاركتر فيروز، كاركتر فيروز جميل. الصغيرة، معايا كاركتر سعاد حسني، كاركتر كتير من الاطفال مشجعني ان انت حتى لو حبيتي توقفي، لا، انت بتستمتعي بده؟ في ناس، لا، في ناس مسؤولة منك، ابتديتي معاهم، تمام، ابتديتي معاهم المشوار، فلازم توصلي، توصلي. توصليهم. مش يوسف او اولادي او بناتي، لا، ده انا اطفال كتير وفعلا يستاهلوا انك ان هما تتعبي يوصلوا عشانهم وان انت توصليهم. يا رب بالنجاح. امين. انا كنت سمعت ان يوسف حابب يقدم معانا حاجة، ان شاء الله انا نشوفها ونرجع لك تاني ان شاء الله باذن الله انا وهو هنقدم حاجه دلوقتي. احنا. طيب دلوقتي اهلا انا بيكم طبعا، اهلا اتفضلي. بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. في عينيك عنواني، قالت سوف تنساني وتنسى أنك يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى ودفء شطآن وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت يوما تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحداني، ربيعا مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة ترى لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة
تسري وتشعل نار وجداني. أحبك أنت يا أملة قضوا الصبح يلقاني. أمات الحب عاشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني. لو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. الله عليك، إيه الجمال ده بجد، الكلام جميل جدا. ده كلام مين؟ ده شاعرنا الكبير فاروق جويدة، في عينيك عنواني. تمام، قصيدة في عينيك عنواني. حلو قوي، والأداء تحفة بجد. أتمنى لكم النجاح. مرسي. وطلبة منك بقى تكلمي الماميز اللي معانا والأمهات كلهم، تقولي لهم يقدروا يكتشفوا ازاي مواهب أطفالهم، يقدروا ازاي ينموها، يقدروا ما يمنعوش الطفل ان هو يظهر اللي جواه. لأن مش كلنا فاهمين ان انا لازم انمي موهبة طفلي او حقق له اللي هو عايزه. في ناس مننا بتهتم ان هي رياضة فقط، دي حاجة مهمة. انا رأيي ان زي ما بهتم بالرياضة لازم اهتم فرضا ان الطفل مش حبيبها، ان جواه حاجة تانية هو عايز يظهرها. معظمنا بيقول لا مش مهم، يعني اهم حاجة الحاجة اللي تفيده. الرياضة هتفيد جسمه، هتفيد عقله، هتفيد الحركة بتاعته، كل حاجة. فانا حبيك توصلي لكل اللي بيتفرجوا علينا ازاي يقدروا يكتشفوا ده في طفله. طبعا الطفل الموهبة عنده هو اللي بيحددها مش احنا. مينفعش افرض عليه موهبة ايه، زي مثلا انا عاوز اطلع ايه، مينفعش افرضها عليه. فالموهبة هي اللي بتفرض نفسها. وفي معلومة مهمة جدا، الموهبة بتأثر في تنمية شخصية الطفل. تمام، بتأثير بتحدد الشخصية. اكيد بأكيد ليها جوانب إيجابية كتير قوي، كبيرة قوي في 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 تحديد شخصيته وتنميتها، والجوانب الإيجابية في شخصيته تنميها. تمام. ما ينفعش أضغط عليه أبدا. طبعا الرياضة مهمة، والرياضة كمان مهمة، يعني موهبة. تمام. يعني الرياضة موهبة، بس أشوف هو مقياس الموهبة عنده إيه، بيحب إيه، بينتمي لإيه، ده وأبتدي بقى أسقلها عنده. حتى عشان أبقى أنا مشيت ورا طموحه، يعني حاولت معاه في الحاجة اللي هو عايزها. أكيد. تمام. وهرجع للكلام في الأول، إن الموهبة بتنمي شخصية الطفل. تمام. وبتفضل تأثيرها معاه لحد الكبر. الموهبة بتخلي عنده ثقة في النفس، دي أول شيء. دي أهم حاجة. أهم حاجة. أهم حاجة في الشخصية. الثقة بالنفس. الشجاعة. الجراءة. إلى جانب بتظهر عنده بقى الجوانب الإيجابية، وأكتر أكتر لما تقدريها. تمام. لما تشجعي. طيب أنا حابة أسأل حضرتك من خلال شغلك، فتح. هل أنت بتكتشفي في الطفل مع الوقت موهبة تانية غير اللي هو جاي بيها؟ أكيد. بتحاولي تنميها ولا أنت بتركزي على الموهبة؟ لا أكيد طبعا، إن أنا بشوف كل قدراته الفنية إيه وأنميها. تمام. في طفل شايف إن هو مثلا بيحب يغني بس صوته. تمام. بشكر حضرتك جدا، ونورتينا ونورتي البرنامج بجد. ميرسي قوي. ميرسي. واتمنى من حضرتك انك تنورينا على طول، وتفيدينا وتفيدي الامهات اللي بتتفرج علينا. ان شاء يا رب. الله. واتمنى لك النجاح انت ويوسف وكل اللي زيكم وكل اطفالنا. ميرسي ان شاء الله، وشكر خاص لاسره البرنامج. انا ممنونه جدا بيه، لان البرنامج بيعتبر نافذه للمشاهدين، بيعبر بيها اطفالنا وبيكتشف فيها مواهبنا فعلا اللي محتاجه تطلع للنور. ميرسي قوي مذيعتنا الجميله. ميرسي استاذه حنان. ميرسي نورتوني. ميرسي يا ابر. لكم مع بقية ضيوفنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. مامة مين؟ مامة محمد علاء.
محمد علاء. محمد معانا في المسابقه. ان شاء الله. صح كده؟ باذن الله. انا شايفه صورته حلوه قوي وضحكته جميله. الحمد لله. الحمد لله. صح يا محمد؟ وشعرك حلو قوي. مين بقى بيعمل له شعره كده؟ هو من هو صغير اخوه اللي في الجامعه دايما بيحب، هو كمان هو حابب الكاركتر ده. هم اولادي بيحبوا الستايل ده قوي قوي يعني. حابينه جدا يعني. تمام. من زمان يعني من هو صغير. هي الصوره بتاعته حلوه قوي. الحمد لله. هنعرضها دلوقتي ونشوفها. الحمد لله. قولي لي بقى محمد موهبته ايه؟ هو محمد كان في الاول خالص بيحب الكوره جدا ومتشبث بيها قوي قوي، وبعد كده بدا يقلد الاغاني اللي بتتعرض في التلفزيون. بيحب جدا محمد رمضان جدا جدا برضو. ويحب دايما الاغاني بتاعته ان هو يقلدها. أوه. الافلام اللي اي موقف اكشن يحب يكرره تاني. انت ملاحظه ده فيه في البيت؟ انه جداً. بيحب يقلد. جدا. وعنده استعداد يقف قدام كاميرا ويؤدي دور ومفيش اي مشكله. جدا. هي صورته اهي معانا. ضحكته حلوه قوي. الحمد لله. طيب قولي لي بقى، انت حابه تنمي الموهبه دي عنده؟ جدا طبعا. يعني عندك يعني استعداد؟ انا رحت كذا تصوير كاستنج، وكنت بقى يعني بروح كذا اماكن على اساس ان انا انمي الحته دي في عنده جدا جدا بصراحه. وهو عنده استعداد لكده؟ الحمد لله. الحمد لله. بيقعد يقلد بقى في البيت ويتصور وكده 24 ساعه. طيب انت بتساعديه على كده في البيت؟ يعني بتطوعيه؟ يعني تعالي يا مامي نعمل كذا ونتصور. كتير. ومع قرايبنا حتى اي حفله اي مناسبه بيعمل شو، يعني لازم يعمل شو كده ويقف ويمثل ويغني كده ويظهر. طبعا. طيب قولي لي ايه الهدف بقى من مشاركتك معانا في المسابقه؟ والله الهدف ان انا برضو يعني اخليه يظهر شويه، يبقى في حاجه هو نفسه فيها برضو تتحقق، زي ما كان يشوف مثلا نفسه كده على الشاشه، على الشاشه، على برنامج، على اي حاجه فيها شو يعني. انا عرفت من حضرتك برضو ان انت حابه تظهريه في الاعلانات، في المسلسلات. ده بناء على هوايته. بتمنى بصراحه جدا. ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب. وانا برضو كنت قلتي لي ان هو يعني بيشوف بيعمل حاجات على التيك توك. اغاني ويقلدها. هو وبنت بنت خالته برضو، يعني الاثنين مع بعض دايما كابلز كده مع بعض وبيعملوا الحاجات دي على طول مع بعض. طيب محمد انت عايز تتكلم؟ اسمك ايه؟ رد علي محمد. صح؟ هيا يا محمد. كلمها يا محمد. الصوره بتاعتك حلوه قوي يا محمد. الصوره بتاعتك اللي شفناها دلوقتي كانت حلوه قوي. صح؟ كنت بتضحك فيها. ولا بتحبي تعمل ايه؟ بتحبي تقلد مين يا محمد؟ وليد محمد رمضان. تعرف تعملها؟ مافيا. شاطر. طب يلا نعملها. يلا غني. يلا قول. مافيا مافيا. شاطر. اتمنى لك النجاح يا رب، وبشكر حضرتك جدا ان انت بتنمي الموهبه دي عنده. الحمد لله. وان انت عايزاه يوصل لحاجه هو حاببها ان شاء الله. وده اللي بنوجهه تاني لكل المامز والامهات الموجوده، ان احنا نشوف الطفل موهبته ايه ونشتغل عليها، لان ده بيفيد الطفل جدا في شخصيته. اكيد. وفي مستقبله. وبيوصلوا الحاجه هو عايزها. فطبعا انت مشكوره جدا ان انت. انا سعيده جدا والله. مرسي. سعيده جدا جدا. نورتونا. الله يخليك. ميرسي. ويا رب بالنجاح لمحمد. يا رب. والتصويت في المسابقه يا جماعه زي ما قلنا كل صوره ليها رقم، هتصوتوا للاطفال كل طفل برقمه من خلال صفحه البرنامج سوبر تشايلد على الفيسبوك. يا رب كل الاطفال بالنجاح وبالتوفيق. نورتينا يا محمد. نورتينا. احنا انت حضرتك اللي اسعدتيني والله. ربنا يخليكي. ميرسي. انا سعيده. اتشرفت بيكوا. واستنونا في حلقه جديده من برنامج سوبر تشايلد.